زي ما حضراتكم شفتوا الزيارات الاجتماعية أو الشكل الاجتماعي البعد المختلف. طبعا عايز أقول لكم أن هناك الكثير من الاستثمارات الإماراتية في منطقة العلمين واستثمارات من عدة دول أخرى ومستثمرين كتير جدا، ولكن حبيت أديكم يعني نظرة على أحداث هذا اليوم، وحنتابع مع حضراتكم غدا أيضا ماذا تم في هذه الزيارات. انطلق بكم بقى الحاجة كل المصريين مستنيينها، وهو انطلاق التنسيق الالكتروني للجامعات الأهلية المصرية، وده هيستمر حتى 30 اغسطس الجاري. على الهاتف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور عادل مساء الخير يا فندم. طيب نور، تحياتي لحضرتك. اشكرك. قل لي كم جامعة مطروحين في التنسيق؟ ايه الحدوتة؟ يعملوا ايه الشباب؟ إن شاء الله في 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية سيبدأ فيها الدراسة هذا العام الجامعي الجديد بإذن الله. بدأنا اليوم عمليا التنسيق الإلكتروني لهذه الجامعات، سجل حتى الآن 12 ألف طالب في التخصصات المختلفة. الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت أسبوع للتعريف بهذه الجامعات إداريا وأكاديميا وعلى كل المستويات بوجود مندوبين من هذه الجامعات في مقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة. جمعنا كل استفسارات أولياء الأمور والطلاب التي تأتي للصفحة الرسمية للوزارة، وقمنا بتحليل هذه التساؤلات والإجابة عليها في مرشد عبارة عن سين وجيم يجمع كل ما يتصل بالجامعات الأهلية. عملنا تجميع لكافة البرامج الدراسية التي ستقدم للطلاب وقدمناها من خلال أشكال توضيحية وإنفوجرافي يسهل على الطلاب التعرف على كل برامج تطرحها كل جامعة من الجامعات. طب أنا عندي مجموعة من الأسئلة في هذا الشأن. اتفضل. تسمح لي يا فندم بعد إذن حضرتك؟ اتفضل. طيب الطالب اللي تقدم في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من التنسيق علشان يخش الكليات، هل كان متاح أمامه جامعات الأهلية دي أيضا؟ الجامعة الأهلية تنسيق إلكتروني مستقل تمام عن الجامعة الحكومية. طيب كويس، عندنا احتمالين. أيوة. الطالب دخل مرحلة أولى في التنسيق الحكومي ولم يوفق هذا الطالب بحكم مجموعه للدخول بكلية الطب أو الأسنان أو الهندسة أو خلافه، هل يحق لهذا الطالب أن يقدم في الجامعات الأهلية الجديدة؟ الإجابة نعم، من حق الطالب. لماذا؟ لأن دي تنسيق مستقل تماما عن تنسيق الجامعات الحكومية. فحال الطالب في المرحلة الثانية من التنسيق على سبيل المثال التنسيق الحكومي اللي انتهى بالفعل منذ قليل حينما تظهر النتيجة ولم يوفق في الوصول إلى رغبته، هل من حقه يقدم ومن الآن حتى قبل التعرف على النتيجة يقدم تنسيق إلكتروني للجامعة الأهلية؟ الإجابة نعم، لذا حضرتك تنسيق مستقل تماما عن الجامعات الحكومية. فدول مسارين مختلفين، من حق الطالب أنه يقدم في التنسيق الحكومي وفي ذات الوقت من حقه أنه هو يقدم في تنسيق الجامعات الأهلية. أشكرك. الطاقة الاستيعابية لل 12 جامعة تقدر توصل لكام طالب يا فندم؟ طبعا احنا بنتكلم هنا احد الفلسفة احد عناصر الفلسفة الرئيسية لهذه الجامعات ان تقدم تعليم جيد ذو جودة وذو كفاءة وان تتيح فرصة للتواصل الجيد بين الاستاذ والطالب. فاحنا حضرتك بنتكلم كل برنامج دراسي في حد الأقصى ربما يتراوح من 200 إلى 240 طالب في البرنامج، فالحيز اللي هتشغله الجامعات الأهلية يعني ليس بفلسفة الجامعة الحكومية. حتى على المستوى البعيد من المهم جدا أنه أحد أهداف اتيح جامعات كثيرة وبرامج دراسية متعددة بكل أنواعها مع مراعاة التخصصات الجديدة أنه حضرتك عدد الطلاب يبقى داخل البرامج الدراسية كلما كان محدود كل ما هيمكننا من ذلك. ايوه يا فندم، انما اكيد ليهم طاقة استيعابية مش كده؟ تقريبا. ما انا بقول لحضرتك كل برنامج دراسي وفقا لعدد البرامج الدراسية داخل الجامعة، لكن الحد الاقصى البرامج الدراسية المختلفة
البرنامج الدراسي في حد الأقصى بنتكلم على 240 إلى 250 طالب. كويس. أنا هنا واقف قدام حتة أنه لا يسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية أن يحول إلى جامعة أهلية أخرى، ليه يا فندم؟ إحنا حضرتك حريصين على التوازن في الأعداد، يعني مع حق الطالب في أن يختار، إحنا ما عندناش هنا توزيع جغرافي مثل التنسيق الحكومي، لا يوجد توزيع جغرافي يجبر الطالب على أن يلتزم بمنطقة جغرافية معينة، فمن البداية الطالب هو الذي يختار البرنامج ويختار الجامعة. كويس. يعني على سبيل المثال، لو الطالب على سبيل المثال موجود في القاهرة ولديه الرغبة في أن يدرس في برنامج الطب في الأسكندرية، حق الطالب، فمش مقيدين بتوزيع جغرافي، حتى يمكن كما هو الحال في التنسيق الحكومي أن نسهل عودة الطالب مرة أخرى. الطالب هو الذي يختار البرنامج ويختار الكلية والجامعة. أي فندم، افرض حضرتك بعد سنة هذا الطالب قرر ان هو لا والله طيب انا عايز انتقل من الجامعة دي اروح الجامعة دي، ده ممنوع عليه؟ دي جامعة اهلية زي اي جامعة خاصة، انا من حقي اشيل ورقي من اي جامعة خاصة واروح للجامعة اللي جنبها. طيب احنا حضرتك في المرحلة الحالية لما طرح الموضوع لجان المختصة وانتهينا الى انه في المرحلة الاولى لهذه الجامعات لا ينبغي تأثير في مسألة التحويل لسبب، حريصين على التوازن في الأعداد في كل جامعة من هذه الجامعات، توازن في الأعداد اللي يمكن في النهاية من تحقيق الهدف. كلما كان العدد محافظين على عدد الطلاب في البرنامج الدراسي الواحد، لأن لو سيبنا المسألة مطلقة هيؤدي لتفريغ بعض الكليات واكتظاظ بعض الكليات أخرى. فهمت حضرتك. طيب ما هو ده هيكون الحدوته دلوقتي كده، حضرتك بتقول لي احنا ما بنشتغلش بمبدا الجغرافي، ولكن هي كده هتخش في المبدا الجغرافي، انتم متوقعين ان ده يحصل بشكل او باخر مش كده؟ يعني حضرتك الطالب له الحريه الكامله في ان يختار منذ البدايه، اي منذ البدايه ايا كان مكانها الجغرافي بالنسبه له وايا كان التخصص اللي يختاره الطالب، ده متاح حريه كامله. لكن لو جيت حضرتك في البدايه وتحناها، الإجابة المختصة قالت على الأقل في العام الأول الحالي ندرس التوازن عشان تجربة الأعداد في البرامج الدراسية المختلفة ونشوف نواتج التعليم اللي هتتحقق نتيجة العام الدراسي الأول. طيب عندي أيضا تساؤل آخر، حضرتك لا يسمح للطالب المقيد في الجامعات الخاصة بأن ينتقل إلى الجامعات الأهلية، ليه؟ طبعا هي المسألة دي الغرض منها الأساسي، لما اللجان المختصة قالت لو سمحنا بالتحويل من الجامعات الخاصة إلى الجامعات الأهلية، ليس هدف الجامعات الأهلية أن تفرغ الجامعات الخاصة على الإطلاق. ثانيا، تم قبول الطالب في الجامعة الأهلية بمجموع معين يختلف عن الجامعة الخاصة، يعني وبآلية تختلف عن آلية قبوله في الجامعة الخاصة. يعني على سبيل المثال، لما أكلم حضرتك على طالب بآلية تنسيق معينة قبل في جامعة خاصة بمجموع ما، هذا الطالب زميله دخل الجامعة الأهلية بمجموع مختلف عنه، قد يقترب في بعض الأحيان من 4% أو 5%. فالمسألة تحقيق العدالة يقتضي أن إذا الطالب تمتع بميزة معينة أو بمجموع معين أو بآلية قبول معينة في جامعة خاصة يبقى إذن يستمر، لكن لا يتمتع بالمزايا ويحصل على القبول بمجموع ما في جماعة خاصة ثم ينتقل إلى، يعني هي الهدف منها شقين، الشق الأول استيعاب الطلبة الجدد من الثانوية العامة، ثم أيضا إن احنا نؤكد على أهمية استمرار الجامعات الخاصة بطلابها، نحن لسنا هنا للمنافسة مش كده يا فندم؟ على الإطلاق احنا هنا للإتاحة. بالظبط كده، للإتاحة. وخلينا أكد لحضرتك، يعني أحد فلسفة منظومة التعليم العالي حاليا، يعني خلينا حضرتك نقول معادلة واضحة في كل نظم التعليم في العالم، كلما قل عدد الطلاب في أحد البرامج الدراسية كلما كانت نواتج التعليم أعلى بكثير، فرص الأساتذة والتلاقي مع الطلاب، فرص تواجدهم في المعامل الدراسية، فرص التطبيقات العملية، الحقيقة بتفرق كتير جدا. وبالتالي حريصين على توزيع متناسب للطلاب على كل المنظومة، سواء بنتكلم على جامعات خاصة، عنصر أساسي ويحترم ومقدر
النهارده كان حضرتك وزير التعليم العالي في زياره في محافظه بني سويف، حقيقه زار كل مؤسسات التعليم، بنتكلم مؤسسات التعليم الجامعات الخاصه والمعاهد الخاصه وايضا الجامعه الحكوميه والاهليه. الوزاره تتعامل مع الجميع على قدم وساق، لانه في النهايه بيصب في المنظومه التعليم العالي المصري، وكفايه اي جامعه وجودها في التصنيف الدولي هو اضافه لمنظومه التعليم في مصر. طب انا عندي امامي مشكله على فكره جات لي بالواتساب بعد اذن حضرتك، هنتهز الفرصه وجود حضرتك معايا، وهي لطالبه من الاب مصري وطالبه مصريه واخدت الثانويه من دوله عربيه، من مدرسه دوله عربيه شقيقه من المملكه العربيه السعوديه، واخدها من مدرسه ثانويه اجنبيه تايلانديه على قد ابوها يعني الفلوس، بس البنت متفوقه جدا وجاءت الى مصر، فقيل لها وجايبه معاها كل الاوراق والاختام الرسميه من وزاره التربيه والتعليم السعوديه وكل شيء ان هي دي مدرسه معتمده في المملكه العربيه السعوديه. فتقال لها لا والله مالكيش مكان في الجامعات المصريه لان مالكيش معادله لشهاده الثانويه بتاعتك. الى اين تذهب بنتنا المصريه؟ خليها حضرتك تتوجه غدا الى مكتب التنسيق الرئيسي بجامعه عين شمس، و سأبلغ حالا مدير مكتب التنسيق للشهادات المعادلة العربية والأجنبية في استقبالها غدا وفحص حالتها بنوع من التفصيل، وأوعد حضرتك إذا لها حق بالتأكيد ستحصل عليه طالما لها حق قانوني وشرعي. أيوة معاها شهادة ثانوية وعلى فكرة دي ومعاها ميداليات ومعاها حدوتة، يعني بنت متفوقة مش كده. يعني مكتب التنسيق حضرتك بيتعامل مع اوراق ثبوتيه ضبطيه، وبالتالي انا بوعد حضرتك لو لها حق ستحصل عليه، وغدا سنوفر لها فرصه لمقابله مدير التنسيق للشهادات المعادله العربيه والاجنبيه، واكلمه حالا وارجو ان حضرتك هي تتوجه غدا للمكتب بعد الساعه 10 صباحا، مكتب الرئيس للتنسيق في المدينه الجامعيه بجامعه عين شمس. اشكرك جدا. طيب سؤالي الاخير بقى على المصاريف، هل يشعر القطاع الخاص وما زال ان هناك تهديدا من وجود الجامعات الأهلية بسبب انها منخفضة جدا في تكاليفها بالمقارنة مع الجامعات الخاصة؟ طيب خلينا اوضح لحضرتك، ربما كل عنصر من عناصر المنظومة ينظر للموضوع بزاوية، نقدر حجم الاستثمارات الضخمة اللي دخلها القطاع الخاص في بناء وتشييد جامعات حقيقة على مستوى عالي وعلى مستوى عالمي، ولابد فعلا ان احنا بنشجع. وعايز اقول لحضرتك حصل عندنا قفزة رائعة في عدد الجامعات الخاصة خلال الفترة الأخيرة. صحيح، هذا مطلوب. طيب اللي حصل بالنسبة للأسعار، احنا حضرتك كان عندنا في الفترة الأخيرة كل زملائنا الإعلاميين وأولياء الأمور وكل ما هو معني والصحافة بتطالبنا طوال الوقت في استيعاب أبنائنا الذين يذهبون للسفر للخارج ويحصلون على تعليم أجنبي في الخارج. طيب المسألة دي الدولة اتعاملت معها على أكثر من مستوى. المستوى الأول أنشأنا أفرع لجامعات أجنبية في العاصمة، الإدارية على دين الآن 6 أفرع وجامعات مصنفة وتخصصات دراسية حديثة، وده لمن يرغب وفرنا له. الجامعات البريطانية موجودة عندنا، الجامعات أفرع جامعات أخرى ذات تصنيف بارز أهلا وسهلا موجود في العاصمة لمن يرغب. طيب لدينا شريحة أخرى من الطلاب كان الحقيقة ما بتصلش لديها الحد أو المجموعة الذي يسمح لها بالتحرك بالقطاع الطبي والهندسي، ولكن كانت بتفضل السفر للخارج ربما لأسباب متعددة منها نسبة المصروفات. طيب الدولة النهاردة لما عملت الجامعات الأهلية وضخت هذه الاستثمارات، هي ليس فقط أحد الأسباب الرئيسية، والدولة دخلت بجزء من الدعم في تكلفة الطالب للتخفيف على شريحة من الطلاب ربما لا تستطيع وتتعصر. يعني احنا حضرتك بجنة الوزارة التماسات عشرات ومئات التماسات سنوياً من طلاب التحقوا بالجامعات الخاصة ولا يستطيعون الاستمرار، ولا تستطيع ان انت حضرتك تطلب من الجامعة الخاصة التعفيف من المصروفات لان هي ضخت استثمارات وتنتظر عائد.
هنا الدولة تدخلت بجزء من الدعم من تكلفة الطالب في التعليم، وأتاحت للطلاب وفقا لشريحتهم الاقتصادية اللي ممكن يلتحقوا بالجامعات الأهلية. يعني نحن نتحدث عن فجوة قامت الدولة بسد العجز في هذه الفجوة للإتاحة، وقدرت ان هي توفر له هذا التعليم اقل من اللي بيدفعه بره، اقل من اللي بيدفعه في الخاص، ولكن ايضا بمبلغ قد يكون اقل كثيرا من التكلفة. دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الايضاح.